ハハハ[笑] السلام عليكم ورحمه الله تحيه لكم مشاهدينا الكرام هذه نشره الاخبار الرئيسه من قناه السعوديه ابداها باهم العناوين. سمو ولي العهد والرئيس الصيني يبحثان هاتفيا اوجه الشراكه وتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الداخليه ونظيرته البريطانيه يوقعان عددا من الاتفاقيات الامنيه بين البلدين. المملكة تعرب عن ادانتها ورفضها للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون اسرائيليون لباحات المسجد الاقصى الشريف وسط حمايه قوات الاحتلال الاسرائيلي. رئاسة شؤون الحرمين تكثف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك. اهلا بكم. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية وقد أعرب السمو ولي العهد حفظه الله عن تقدير المملكة للمبادرة الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانبه اشاد الرئيس الصيني بدور المملكه في تعزيز تطوير علاقات بلاده مع دول مجلس التعاون ودول منطقه الشرق الاوسط وتم خلال الاتصال استعراض اوجه الشراكه بين المملكه والصين والجهود التنسيقيه المشتركه لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أعربت وزارة الخارجية عن إدانة ورفض المملكة العربية السعودية الاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية. وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية عقد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بربرمان في العاصمة البريطانية لندن وشهدت الجلسة توقيع عدة اتفاقيات في المجالات الأمنية والتطويرية والتدريبية بين وزارتي الداخلية في المملكة والمملكة المتحدة وعرب سموه عن شكره لوزيرة الداخلية البريطانية على استضافة الاجتماع الذي يعكس الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين منوها بالتنسيق الأمني المتواصل بين وزارتي الداخلية في البلدين كشفت وزارة الطاقة أن المملكة حققت مراكز متقدمة في مؤشر المستقبل الأخضر وأطلقت عددا من المشاريع الجديدة في مجالات الطاقة وذلك خلال عامين من إطلاق ولي العهد لمبادرة السعودية الخضراء مشيرة إلى أن المملكة أطلقت 17 مشروعا جديدا للطاقة المتجددة مضيفة أن المملكة أصبحت صاحبة المركز الأول عربيا والعشرين عالميا في مؤشر خفض الانبعاثات كما أنها تحتل المركز الأول عالميا في نمو إنتاج الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أن المملكة تقدمت عشرة مراكز عالميا في مؤشر المستقبل الأخضر خدمة لضيوف بيت الله الحرام تستقبل رئاسة شؤون الحرمين المصلين والمعتمرين من واحد بل مئة وواحد وخمسين باباً وسط منظومة متكاملة من الخدمات والاجراءات حيث يشارك 600 موظف مؤهل علميا وعمليا في شهر رمضان هذا العام. مشاهد روحانية مهيبة منذ اول يوم في شهر رمضان المبارك لساحات المسجد الحرام واروقته اصطف الجموع في اجواء ايمانية وروحانية شاكرين الله عز وجل على ما انعم به عليهم من السكينة والامن والطمأنينة. وتدفق قاصد بيت الله الحرام الى ساحته حتى امتلات اروقته وساحاته وادواره بالمصلين حيث وفرت الرئاسه العامه لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الخدمات لقاصد بيت الله الحرام 151 بابا لخدمة ضيوف الرحمن، فمنذ بداية موسم الخيرات وضعت الخطط ورفعت الجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات وفق الاجراءات المخططة والمدروسة لها، مع وضع الاشتراطات المعتمدة حيث بلغ عدد الموظفين المشاركين لموسم رمضان لهذا العام 600 موظف من المؤهلين علميا وعمليا. خدمة بيت الله الحرام وضيوف الرحمن والاهتمام بأدق التفاصيل لراحتهم من أجل تأدية مناسكهم بيسر وسهولة أولوية للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وشرف اختص به الله هذه الأرض وأهلها منذ تأسيسها وتوحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه وسار على خطاه في شرف تلك الخدمة العظيمة الأبناء والأحفاد. هذا وتعمل قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة على مهام ادارة وتنظيم الحشود في الحرم المكي الشريف طيلة شهر رمضان المبارك وفق خطط تنظيمية معدة مسبقا لضمان اداء المعتمرين والمصلين لعباداتهم بكل يسر وسهوله في الحرم المكي تجد رجال الامن هناك خلية النحل التي لا تتوقف عن خدمة قاصدي بيت الله الحرام حيث تتولى قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة مهام إدارة وتنظيم الحشود في الساحة الجنوبية التي تشهد كثافة بشرية بالرغم من صغر مساحتها تتشرف قوات الطوارئ الخاصة برئاسة من الدولة في تقديم الخدمات وخدمة ضيوف الرحمن على مدار العام وتتم زيادة الأعداد التشغيلية للمجموعات من الضباط والأفراد والكواردر التشغيلية والآلية بما يتناسب مع الكثافة العددية المضطردة خلال موسم وشهر رمضان المبارك تتركز جهودهم الأمنية في العمل على مدار الساعة طيلة شهر رمضان المبارك من خلال تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتنظيم دخول وخروج المصلين للمسجد الحرام وفق خطط تنظيمية معدة مسبقا لضمان أداء المعتمرين والمصلين عباداتهم بكل يسر وسهوله. جميع خططنا نتكامل في الخطط وفي الجهود ايضا ونعمل جنبا الى جنب في هدف وهو هدف خدمه ضيوف الرحمن، كل يعمل في مجال تخصصه في سبيل تحقيق هذا الهدف. يعمل افراد قوات الطوارئ الخاصه على هذه المهام بالتعاون والتكامل مع الجهات المشتركه في مهمه امن الحرم وساحاته لينعم ضيوف الرحمن بالامن والراحه. لا شك أن قوات الطوارئ الخاصة تقوم بمهمة رئيسية وهي إدارة الحشود البشرية بالإضافة إلى مهام أخرى أوكلت لها بحكم الاختصاص وهي توفير الحماية الأمنية لملوك ورؤساء الدول أثناء أداء مناسك العمرة بالإضافة إلى جاهزيتها من خلال وحداتها الخاصة للقيام بالمهام النوعية المختلفة والتدخل السريع وقت الحاجة وفي أي وقت لقناة الأخبارية إبراهيم حبتر مكة المكرمة كما كثف الدفاع المدني من جانبه بالعاصمه المقدسه والمدينه المنوره اعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامه على دور الايواء في المنطقه المركزيه للحرمين الشريفين لمراقبه جاهزيه انظمه الوقايه والحمايه من الحريق خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز جانب السلامه الوقائيه والتاكد من كفاءه انظمه السلامه والحمايه من الحريق وعدم وجود اي معوقات في مسالك الطوارئ. فعلت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية مبادرة خدام الحرم لتقديم خدمة دفع العربات المجانية التطوعية لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في الطواف والمسعى ضمن حملة الرئاسة خدمة معتمرين شرف لمنسوبين التي تأتي في عامها الثامن تحت شعار من الوصول إلى الحصول وتهدف المبادرة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وفق شروط وضوابط العمل التطوعي للمشاركه في البرامج التطوعيه بالمسجد الحرام. وتسهيلا على القاصدات غير الناطقات باللغه العربيه، وفرت شؤون الحرمين التفاسير الميسره والتراجم لمعاني الكلمات بعده لغات من اهمها الانجليزيه والارديه والاندونيسيه، للقاصدات الناطقات بغير العربيه وذلك خدمه لهن داخل المصليات النسائيه بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك. ونبقى معكم الان مشاهدينا الكرام مع هذه المشاهد الايمانيه المباشره والاجواء الروحانيه من المسجد الحرام في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك. نشرتنا مستمرة من قناة السعودية فيها بعد الفاصل حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية تتجاوز 492 مليون ريال أهلا بكم وحيكم من جديد قدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 900 ألف خدمة دعوية للضيوف الرحمن من خلال كبائن التوعية الإسلامية المنتشرة بمسجد التنعيم بمكة المكرمة وتمثلت الخدمات الدعوية في توجيه وإرشاد المعتمرين والرد على أسئلتهم المتعلقة بمناسك العمرة وبيان فضائل شهر رمضان المبارك وتوزيع المطويات الدينية بلغات عالمية دشنت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام في دولة الجبل الأسود وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك عامر العنزي أوضح أن هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور تبلغ خمسة أطنان يستفيد منها قرابة ثلاثين ألف مستفيد كما نوه القائمون على المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود بالجهود التي تبذلها المملكه في خدمه الاسلام والمسلمين في مختلف انحاء العالم. استمرارا للدور الريادي الذي تؤديه المملكه بقياده خادم الحرمين الشريفين، قام مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه بتسليم هديه حكومه خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخره الى باكستان هذا العام. سلم مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه هديه حكومه المملكه الى باكستان وهي عباره عن 100 طن من التمور الفاخره. تم اليوم لله الحمد بتوجيه من سيدي قادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان بتسليم حكومه باكستان 100 طن من التمور الفاخره من خلال مركز الملك سلمان للاغاثه الانسانيه. مقر سفاره المملكه في اسلام اباد شهد مراسم التوقيع على مذكره تسليم التمور بحضور فريق مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه ومسؤولين من الجانب الباكستاني. لا شك ان باكستان تربطها علاقات قويه مع السعوديه وللتمور السعوديه نكهه خاصه في شهر رمضان. واتقدم بالشكر للمملكه والقياده السعوديه على هذه الهديه. هذه الهديه تاتي ضمن البرامج الاغاثيه والانسانيه التي تقدمها حكومه خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقه والصديقه. وزع مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانيه اكثر من خمسه اطنان من السلال الغذائيه في مدينه كيرت شوفا بجمهوريه مقدونيا الشماليه، استفاد منها 800 فرد ضمن مشروع سله اطعام للعام الجاري. ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للدول المحتاجة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك تغلق وزارة التعليم يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر رمضان الجاري تغلق باب التقديم على طلبات تقاعد شاغل الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444 وذلك عبر نظام فارس الالكتروني مع ارفاق المستندات والوثائق المطلوبه كافه. وسمحت الوزاره هذا العام بتمديد فتره التقديم على التقاعد لمده زادت على سته اشهر على خلاف العاده خلال السنوات الماضيه مع اتاحه العدول عن طلبات التقاعد قبل اعتماد الطلب رسميا في نظام فارس. وقعت وزاره الاستثمار مذكره تفاهم مع المؤسسه العامه للتأمينات الاجتماعيه بهدف رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الخدمات المقدمه والاستفاده المتبادله من قواعد البيانات، كما تسهم المذكره في تعزيز جوده وكفاءه الخدمات الحكوميه والمنتجات المقدمه للمستثمر. أعلنت منصة حملة اكتتاب جود الإسكان الخيرية أن مؤشرات الجود بلغت نحو مليون وثمانمائة ألف سهم بقيمة مالية تقارب ثمانية عشر مليون ريال فيما بلغ الإجمالي العام حتى الآن أكثر من سبعة وأربعين مليون سهم بقيمة مالية تتجاوز أربعمائة واثنين وتسعين مليون ريال وبنسبة تغطية بلغت سبعة وأربعين في المئة تتأهب شركات متخصصة بإشراف مهندسين السعوديين بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة المرحلة الثانية تشمل مسجد الخضر الذي يزيد عمره على 700 عام ويعد أحد أقدم مساجد محافظة جدة إبراز البعد الحضاري للمملكة عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد التاريخية والحديثة هي من مرتكزات رؤية 2030 مشروع الامير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخيه بالمملكه يهدف الى اعاده التاهيل وترميم 130 مسجدا في مختلف المناطق وبعد ترميم وتجديد 30 مسجدا في المرحلة الأولى موزعة على مناطق المملكة، شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وبإشراف مهندسين سعوديين تتاهب لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بالعمل على تطوير 30 مسجدا في مرحلته الثانية. المساجد يتم اختيارها بحسب أهميتها تاريخيا وتراثيا. سواء ارتباطها بالسيرة النبوية أو الخلافة الإسلامية أو بتاريخ المملكة، مع المحافظة على هويتها العمرانية وإعادتها إلى سابق عهدها بواجهاتها الجمالية. مشروع الأمير محمد بن سلمان في مرحلته الثانية سيشمل أحد أقدم المساجد في حي البلد بمحافظة جدة وهو مسجد الخضر الذي يزيد عمره على 700 عام ليستعيد المسجد عناصره التاريخية الأصيلة كتحفة تحاكي الطراز المعماري للمنطقة الغربية تميزها الرواشين والمشربيات التي تعبر عن النافذه او الشرفه البارزه المصنوعه من اجود الواح الخشب، وسيستوعب المسجد بعد تاهيله 355 مصليا. مشروع الامير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخيه يراعي التوازن الدقيق بين معايير البناء القديمه والحديثه، بطريقه تمنح هذه المساجد التاريخيه درجه من الاستدامه، مع الدمج بين التطوير والخصوصيه التراثيه لها. مسجد ارجنتوي بالضاحيه الباريسيه يحيي شعائر شهر رمضان المبارك بالتعبد والتقرب لله عبر الاحسان حيث ينظم المسجد وجبه افطار الصائم بشكل يومي ويوزع اكثر من الفي وجبه للمحتاجين من المسلمين وتاتي هذه العمليه بمشاركه عدد من المتطوعين والمتبرعين في كل عام تحيي الجالية المسلمة في فرنسا شعائر شهر رمضان المبارك وسط أجواء تتسم بطبع الروحانية والتعبد والخشوع. شهر يتسابق فيه المسلمون للتقرب من الله. هنا في هذا المسجد في الضاحية الباريسية أرجنتوي تجمع التبرعات الغذائية والمالية لإعداد وجبات إفطار يومي للصائمين المحتاجين. شهر رمضان هو فرصة للتحدث بشكل جيد عن ديننا مع الشباب لنقوم بشكل جماعي بانشطة اجتماعية معا لاننا في شهر الرحمة ويجب ان نساعد بعضنا. الرسالة التي نريد ارسالها عبر تنظيم هذا التضامن وهذا الافطار اتى عن طريق التبرع. يشارك في عملية الإعداد والتحضير والتوزيع مئات المتطوعين المسلمين على اختلاف اصولهم وجنسياتهم، وذلك نزولا عند رغبتهم في تعميم الخير والإحسان في هذا الشهر الفضيل. التنظيم بدأ باستقبال التبرعات ثم عن طريق المتطوعين للطبخ منذ ساعات الصباح الأولى، وبعدها بتحضير الأطباق وتوزيعها بشكل يومي ومنتظم. قبل موعد الإفطار بقليل وندخل في لقد استقبلونا استقبالا جيدا بابتسامة رائعة وأيضا الوجبة كانت لذيذة ومشبعة خلال شهر رمضان المبارك تتكاثف جهود الجاليات المسلمة هنا في فرنسا لعكس صورة تحت عنوان التآزر والتضامن بين المسلمين في شهر الرحمة ولا تكتمل العبادات دون صلاة التراويح إذ تفتح مساجد فرنسا أبوابها طيلة شهر رمضان أمام المصلين إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات الدينية سعيا إلى تقوية العلاقة بين مسلمي دول الغرب بدينهم الحنيف سيرين العماري لقناة الإخبارية باريس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرادية المصحوبة برياح نشطة وتوقع أيضا تدنيا في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير كذلك على أجزاء من جنوب المنطقة الشرقية صحراء الربع الخالي كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية هذا ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الحالة المطرية المتوقعة على معظم مناطق المملكة وشددت المديرية على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والسدود والالتزام بالتعليمات المعلنة نشرتنا أنت تذكركم بأبرز عناوينها سمو ولي العهد والرئيس الصيني يبحثان هاتفيا اوجه الشراكه وتعزيز التعاون بين البلدين. وزير الداخليه ونظيرته البريطانيه يوقعان عددا من الاتفاقيات الامنيه بين البلدين. المملكه تعرب عن ادانتها ورفضها للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون اسرائيليون لباحات المسجد الاقصى الشريف وسط حمايه قوات الاحتلال الاسرائيلي. رئاسة شؤون الحرمين تكثف جهودها لخدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان تحية لكم في أمان الله